بتقول كنت عايشة مع جوزي في دولة عربية، أنا وابني. ابني رجع من المدرسة، لقيته بيصرخ من بطنه من الوجع، بيعض في الأرض من الوجع اللي في بطنه، مش عارفة أعمله إيه ومش عارفة أتصرف إزاي. جارتي ست فلسطينية، كانت دكتورة فلسطينية، وهم طبعا عايشين في المخيمات الفلسطينية وتحت القصف طول عمرهم، ربنا يعافيهم يا رب. كانت عندها وصفة حلوة جدا جدا، هي دكتورة بس إحنا هم اتعودوا إن هم مش بيلاقوا الدواء، فهم كانوا بيعملوا وصفات طبيعية. بصراحة الوصفة دي خلت ابني قام زي الحصان ما شاء الله، اكني ما فيش فيه اي حاجه من يومها وانا عامله الوصفه دي ومخليها عندي في الثلاجه، لان للاسف ابني بياكله ساعات كتير من ورايا. هو ايه؟ هو الاندومي. لما سالته كلت اكلت ايه يا حبيبي، قال لي كلت كيس اندومي في المدرسه، والاندومي هو كان السبب. بامانه والله ابني كان هيموت فعلا، بتقول ابنها كان هيموت فعلا لولا الوصفه دي. الوصفه دي من يومها وهي عندي على طول، خليها عندك في الثلاجه لو انت مش عارفه تحوشي عن ابنك عن الاندومي، لانه بصراحه هو في منتهى الخطوره. والحالة اللي أنا شفت ابني فيها دي، أنا حبيت إن أنا أقول الوصفة دي عشان خاطر كل الناس تبقى عارفاها، فأنا لما سمعت حكاية الست دي حبيت إن أنا أعملها علشان تبقى عارفاها لو ابنك بياكل إندومي. بقى هنجيب هنا كوباية من المية وحطيها في بولة، دول 3 أو 4 عيدان من النعناع، نعناع فريش بلاش النعناع الناشف، هتحطيهم كده جوه البولة وترقديهم لمدة 10 دقايق عبال ما تجهزي بقية مكونات الوصفة. سيبهم بالشكل ده 10 دقايق، وبعد كده هنجيب تفاحة يا اخضر يا اصفر، بلاش التفاح الاحمر، هي قالت لي كده. انا بقول زي ما الوصفه اتقالت لي، يعني انا زي ما سمعت الوصفه الست دي قالتها وانا بقولها لك. هنا هتحطي كده، هتقطعيها شرايح تفاح اخضر او تفاح اصفر، ده لانه بيحتوي على مضادات اكسده كبيره جدا، ويعني الالياف اللي جواه مفيده جدا يعني لتنظيف الكبد، فهي المفروض عايزه تنظف كبد والكبد من السموم لو كان لا قدر الله بعد الشر داخل على حاله تسمم ولا حاجه. هنا ده ايه؟ دي واحدة من الكيوي، قطعيه كده بالشكل ده، كله هتحطيه في المية اللي في البولة، يعني نفس المية كلها هي هتحط فيها كل المكونات. هنا بقى المكون التالت معانا هو ليمونة، يبقى احنا حطينا النعناع، لا الرابع، حطينا النعناع وحطينا التفاح وحطينا الكيوي، ودي شرايح الليمون. طبعا الليمون معروف بكل فوائده، الليمون فوائده كتيره جدا جدا، وبيريح البطن جدا من الالام، اي الام في المعده، بينظف المعده من اي جرثومه فيها، اي حاجه فيها. احنا بنحاول ان احنا ننظف معدته من الحاجه اللي هو اكلها المفروض انها مش مفيده خالص ومضره. ده هنا كده 4 فصوص أو 3 فصوص من التوم. كمان التوم، بصي ادخلي اعملي سيرش على النت وشوفي فايده التوم ده، في ناس بترقده في زيت زيتون وتصحى الصبح تشربه، في ناس بتاخد فصوص توم الصبح على الريق عشان فوائد التوم الغير عاديه بصراحه، بس الناس مش بيتحملوه قوي، فاحنا هنحطه جوه الوصفه عشان نستفيد منه ونبعد عن طعمه. هنا دي معلقه من حبه البركه، نحطها كده بالشكل ده ونرقدها برده معاهم في الميه. على فكرة الليمون وحبة البركة الاتنين دول مع بعض بيساعدوا في تنشيط انزيمات الكبد، ومفيدة جدا جدا في الانتفاخ. هنا بقى قطعة من الجنزبيل، بصي ناخد قطعة من الجنزبيل حوالي 100 جرام، ما تزوديش عن كده، ولو في اقل مفيش مشكلة خالص. الجنزبيل مفيد جدا جدا لألام المعدة والمغص، وكمان بيفتت الدهون اللي موجودة على الكبد، ومفيد جدا في قتل كل الجراثيم الموجوده في المعده، وبينظم حركه الامعاء علشان الطفل يقدر ان هو يعمل حمام فينظف معدته من كل اللي موجود فيه. كده احنا حطينا كل المكونات كلها على بعضها، ناخد البوله دي ونحطها على النار، او حطي في مثلا في براد ازاز ولا حاجه عندك، حطيهم يتغلوا على النار، هيقعدوا يتغلوا لمده ايه؟ لمده 5 دقائق بالظبط عشان ناخد من فوائدهم كلهم مع بعض. اهو اخده احطه على النار لمده 5 دقائق، 5 دقائق بالظبط مش اكتر من كده، عشان كل حاجه جواها تغلي بس مش اكتر، يعني هوصل لدرجه الغليان بعد 5 دقائق ابدا اطفي عليه النار على طول. اهو كده بالشكل ده، كده اهو بدا لون الميه طبعا يتغير، ولون النعناع يتغير، ولون التفاح اتغير شويه، والليمون برده دبل مع الغليان اهو. بعد ما يهدى بقى خالص هتاخديه هتصفيه، هتاخدي الخليط كله هتصفيه وتحطيه في كوبايه، وتبداي تحليه بالعسل، بلاش تحليه بالسكر، حليه بالعسل، انت عارفه العسل مفيد جدا جدا وفوائده كثيره جدا واحنا عارفينها. كده شكل المشروب بعد ما خلص اهو، هتديه لابنك، لا قدر الله حصلت معاكي الحادثه دي اديله في نفس الوقت بالظبط كوبايه، وبعد كده تاني يوم الصبح على الريق كوبايه، ينظف معدته تماما زي ما تكوني غملتي له غسيل معده بالظبط. اتمنى تكون الوصفه النهارده عجبتك، لو ابنك بياكل اندومي اوعي تستغني عن الوصفه دي، خليها دايما في مطبخك وموجوده في ثلاجتك. اتمنى اكون قدرت افيدك في الفيديو ده، في امان الله.